قانون متشدد ضد المثليين في أوغندا يضع البنك الدولي أمام تحدي لم يواجهه من قبل. فأوغندا الدولة الأفريقية الفقيرة أقرت قانونا متشددا في العام الماضي ضد المثليين، وصل لحد الإعدام لمن يمارسون علاقات جنسية مثلية. ومنذ ذلك الوقت في أغسطس من عام 2023 أوقف البنك الدولي قروضه لأوغندا كمحاولة للضغط على الدولة للعودة عن التشريع الذي يعتبره البنك ومقره واشنطن يتنافى مع معايير الإقراض البيئية والاجتماعية. وتفترض هذه المعايير حماية الناس من الأذى وعدم التمييز في الإقراض للمشاريع الممولة من البنك. وأصبحت أوغندا الآن أشبه بمؤشر حول مدى حيادية مؤسسات التمويل الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها في عمليات التمويل وفرض معايير قد تتنافى مع المجتمعات مقابل الحصول على تمويلات تحتاجها. وغالبا هذه التمويلات تكون طويلة الأجل وبفائدة مهصرة، ولها أهداف معلنة لتنمية المجتمعات وبنيتها التحتية ومساعدة اقتصادها. وتكشف بلومبرغ أن هناك مساع حاليا بين البنك الدولي وأوغندا لإنهاء تجميد القروض مقابل تدابير تخفيفية لم توضح طبيعتها. وبسبب ذلك تعرض البنك لوابل من الانتقادات من أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني لعدم وضوح التدابير وكيفية تنفيذها، ما وضع البنك الدولي في مرحلة حساسة في كيفية المضي بهذا الملف الشائك. برأيكم كيف سيتحرك البنك الدولي؟